حياتك يا ممدوح يا ابني، دي إرادة ربنا. شد حيلك يا ممدوح، لا إله إلا الله. مسكين، المصيبة طيرت عقل. أيوة، من ساعة ما شاف فلوسه كلها بتتحرق قدام عينيه. قد أبوك يا ممدوح، بلاش يعمل في نفسه كده، وأعمل حسابك العزا عندنا في الدوار بعد صلاة العصر. شد حيلك يا ابني، شد حيلك يا ممدوح، شد حيلك. شد حيلك يا شد حيلك. سيبيني يا ناس، سيبيني. ده انا كنت بحبها اكتر من امي، كنت بحبها اكتر من ابويا، من جدي. طب ده محدش كان حزنان عليا قدها يا ناس. كلنا حزنانين على خالت بهان، بس انت ارحم نفسك يا عوض. كفايه يا عوض. لا مش كفايه، مش كفايه يا ناس. أنا بعد ما ماتت عرفت قد ايه انا كنت مجرم. اسيب امي وابويا وبيتي اللي كنت عايش فيه بالحلال وامشي ورا مجرم؟ السلام عليكم. احضر لك العشاء يابا. لا ملوش لزوم. مالك يا عوض؟ شد حيلك يا ابني، البقيه في حياتك. سامحني يابا، سامحني يابا، انا كنت غلطان. سامحني يابا، سامحني. انا مسامحك يا عوض، مسامحك يا ابني، بس أنا عايز أشوفك عوض جديد، ابن رواش صحيح، مش ابن. لا ما تقولهاش ياب. لا، إن شاء الله من بكرة هتلاقي عوض جديد، عوض جديد ياب، هتلاقي عوض جديد. بس يا عوض، بس يا ابني، شد حيلك. شد حيلك يا دكتور، هذا حال الدنيا. كل يوم غفر الله ذنبكم. ب
بقى في حياتك يا ممدوح، بقى في حياتك، بقى في حياتك حضرة العمدة. حياتك الباقية يا جميل بيه. بقى في حياتك يا راشد. شكر الله وساك يا سيد جميل. بقى في حياتك حق رواش. حياتك باقية يا ابني. ايه دنيا ما بتديش على طول، لازم يجي يوم على البني ادم ويتزل. جرايه يا جميل بيه، انت جاي تعزي ولا جاي تقول ايه؟ انا جاي اتكلم معاكم، جاي اقول لكم كلمتين كانوا في نفسي من زمان. كلمتين ايه يا جميل؟ ربنا انت امل منكم وخلص طار ابويا راضي. جاي شمتان يا جميل؟ انا كنت مستني اليوم اللي اشوفكم كلكم مزلولين فيه، وزي ما زليت ابويا وطردتونا في عز الليل والبرد، النهارده اهو بتنزلوا. احنا ما زلناش حد، ابوك غلط واستحق اللي حصل له. الناس كلها عارفه ابوك عمل ايه واتطرد ليه. لازمته ايه الكلام ده؟ ها لازمته انه اتظلم، ظلمتوه يا حاج رواش. هو اللي ظلم نفسه. امين كفاية الكلام ده، اطلع برا برا. جميل تطردنا يا حاج رواش؟ طيب بكره تدفع الثمن غالي. برا برا. انت كمان يا عمدة هتدفعوا الثمن غالي قوي. برا ممدوح. ابوك فين يا ممدوح؟ سبته في داره يا هانم. داره ده ايه يا ممدوح؟ هو قعد فيه دار؟ ما خلاص الدار صبحت خراب يا ممدوح. ليه سبته في الخراب ده؟ ليه؟ حاولت يا هانم ما قدرتش. الكل حاول معايا ما رضيش. راسه ألف سيف يبات هناك. يبات هناك؟ يبات هناك فين يا ممدوح؟ يبات هناك فين؟ ما خلاص الدار بقت شوية رماد. وانا اعمل ايه بس يا هانم؟ حاولت مرضيش. يمكن يجي لوحده. اتخرب بيتك يابا. ايوه اتخرب بيتك يابا. اتخربت بيوتنا كلنا يا ممدوح. هي دي بلدنا كفر سواق يا علا، تلمها زمارة على رأي جدي ويفرقها نبوت. وهي دي الزمارة اللي لمتها يا خليفة؟ دي جنازة. جدي العمدة كان بيحكي زمان لما كان في حد بيموت هنا في الكفر، كانت بتطلع طبلة تدق علشان الناس كلها تعرف. المقصود بالمثل ده ان الحوادث الكبيرة بتجمع الناس وبتوحدهم. يعني نقدر نقول ان هم اتصالحوا؟ إذا ما كانش حصل يبقى في الطريق. الليلة عم رواش وجدي العمدة ومعاهم زينهم كلهم يد واحدة. امبارح كان كل واحد منهم في ناحية. عم رواش جدي طردوا من هنا، لكن ساعة المصيبة بينسوا خلاص ويبقوا شخص واحد. دي ميزة بلدنا وأهل بلدنا يا علا. يعني الأمور بين جدك العمدة وبين عم رواش ممكن تتصلح؟ وضح يا ست علا. لسه برضو لا يا خليفة، ما تروحش بتفكيرك لبعيد. الموضوع ده انا خلاص نسيته، ما عدتش بفكر فيه، بس انا نفسي يعني انه ما يسيبش اثر في نفوس الناس. ده بقى يتوقف على اطراف النزاع، انتي وعوض. لو انتوا لسه مصممين جدي العمده وجدي رواش هيفضلوا زعلانين. لو انتوا خلاص نسيتوا هما مش هيبقى في بينهم حاجه. من ناحيتي انا خلاص ما عدتش بفكر فيه خالص، وحتى عوض ما حاولش يغير صورته اللي اترسمت عنه. ما قدرش يحافظ على صورته المبهرة اللي اترسمت في عينيا كتير. أكيد اللي حصل ده هيأثر على حاجات كتير هنا في الكفر ومش هيعدي بسهولة. هو إيه ده بقى يا سيدي اللي مش هيعدي بسهولة؟ الكارثة اللي حصلت لعم زينهم أكيد هتأثر على حاجات كتير، وهتكون نهاية بقى للأزمة بين جدي العمدة وجدي رواش. نهاية الأزمة؟ ما ظنش يا خليفة، دي بداية الأزمة. البلد داخلة على كارثة أكبر. حريق بيت عم زينهم ده شرارة بس. ياه ده أنت متشائمة. فك...
فكري معايا كويس. المرحومة بهانة طول عمرها 70 سنة بتولع الوابور. ايه اللي حصل النهاردة عشان الوابور يولع في البيت وياكل فلوس عم زينهم؟ يعني في فعل؟ ليه لا؟ حتى لو احنا مش قادرين نحدده مش لازم نتجاهله، وإلا الموضوع هيمتد للكفر كله. يعني ده بفعل فعل؟ ده اعتقاد يا خليفة. وما تنساش كمان إن جميل كان جاي ينتقم من أهل الكفر كله، هم قالوا كده. دي بقى بداية انتقام، محدش عارف بعد كده هيوصل لحد فين. كلامك مظبوط يا ربيع، واللي حاصل في فرن العيش بتاع عم رواش أكبر شاهد. نعسة حكيتلي البلد مليانة عيش فجأة ومحدش عارف مين وراه. وما تنسيش يا فاطمة حكاية المية، الموضوع ده مش هيعدي أبدا بالسهل. يبقى تخلي بالك من نفسك انت ومدحت، لأن جميل مش هيسيبكم تأذوه. وإحنا مش ممكن هنسيبه أبدا يلوث مية الكفر قدام عينينا ونسكت. نسكت؟ نسكت إزاي؟ ده مستحيل. الكفر كله لازم يقف في وش جميل لغاية ما تشوف حل للموضوع ده. ربنا يستر على الكفر في الأيام اللي جاية، ربنا يستر. كل واحد تحت الموت، كل واحد تحت الموت، تحت الموت. الغراب غراب خلص كده كي، غراب خلص كده كي. قلب نط الحياة، نط الحياة، نط الحياة، نط الحياة، نط الحياة. شوف حاجه لابوك تهدي يا ممدوح، اديله حقنه ولا حاجه. مش دكتور انت؟ ما ينفعش، هو دلوقتي هيتعب وينام. لا لا، مش حناه، مش حناه، مش حناه، مش حناه، مش حناه، لا مش حناه، لا 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 لا. وآخرة التعب ايه يا ممدوح؟ وآخرة العمر ايه؟ وآخرة الجري ايه يا ممدوح؟ آخرة الطمع يا هانم. طمع؟ انت اللي بتتكلم عن الطمع يا ممدوح؟ انت؟ ده انت اللي ابتديته، انت اللي ابتديته يا ممدوح. فاكر؟ فاكر لما جوني عشان يجوزوني رواش واني ما كنتش موافقة يا ممدوح؟ محدش ضربك على ايدك يا هانم. لكن انت شجعتني عشان مصلحتك يا ممدوح، وانت وافقتي برضو عشان مصلحتك. والنهاية، النهاية. كل واحد تحت الموس، المريش والمقصوص. كل واحد المريش والمقصوص والملمع والمقمع والملعلع والمدعوس. كل واحد تحت الموس، تحت الموس. الغراب خطف الكتاكيت والأرانب نطوا الحيط، الغراب خطف الكتاكيت والأرانب نطوا الحيط. آه يا ريت يا أبو زيد مغازين، آه يا ريت يا أبو زيد مغازين. آه يا ابني ده المنحوس منحوس، يا ابني ده المنحوس منحوس، يا ابني ده المنحوس منحوس، يا ابني ده المنحوس منحوس. يا زمن ملقط ومقص في الخلايق حش وقص، يا زمن ملقط ومقص في الخلايق حش وقص. آه كل واحد تحت الموس، المريش مقصود. دنيا ما بتديش على طول، كنت جا
كتفه وعرض وطول، كله زايل مهما يطول، كله زايل مهما يطول، والزمن ما فرغ له ادوس. كل واحد تحت البوس تحت البوس، المريش والمقصوص والمقصوص، الامانه من غير وصل، كلنا راجعين للاصل، لا حسب ولا اصل وفصل، واللي ماشي علينا يدوس، الامانه من غير وصل، كلنا راجعين للاصل، لا حسب ولا اصل وفصل، واللي ماشي علينا يدوس، واللي ماشي علينا يدوس. كل واحد تحت الموس، المريش والمقصوص والمقصوص. كان مزين ولا حكيم، الراجل ده عقله سليم، كلكم ناقصين تعليم، يا ما لسه هتاخدوا دروس، كلكم ناقصين تعليم، يا ما لسه هتاخدوا دروس، ولا انا لوحدي المنحوس، ولا انا لوحدي المنحوس. تتيازنهم تحت الموس، كل واحد تحت الموس، المريش والمدعوس، فص ملح وداب يا فلوس، اللي ماشي يا ابن ده المنحوس منحوس. الغراب خطف الكتاكيت يا ولاد، والارانب نطوا الحيط، الغراب خطف الكتاكيت والارانب نطوا الحيط. يا ريت يا ابو زيد مغازين، يا ريت يا ابو زيد مغازين، يا ريت، يا ريت يا ابو زيد مغازين، يا ريت يا ابو زيد مغازين. يا ريت يا ابو زيد مغازين، يا ريت يا ابو زيد مغازين. لو كنت سبتني على جميل ده حاج، لو كنت قطعت لحمه حتت. نازل يا اخويا عمال يوزع في العيش في البلد كلها، جاي لمين وليه انا مش عارف. انا عارف، سيبه يا شحتة. اسيبه زي بس يا حاج؟ ده بيأذينا في اكل عيشنا. الله، ده يرضي مين ده بس؟ الشر مش بالشر يا شحتة، ولازم نشوف حل في الشغلانه دي يا حاج. انا عارف ومتاكد ان اللي وراها جميل. ازاي بس يابا؟ يعني نسيبه يأذينا ونسكت؟ لا، نعامله بالخير برضو، بالشرع، بالقانون. ازاي بقى يا حاج؟ شحتة. ايوه حاج. انت توصل التموين وتعمل بلاغ ضده ان احنا عندنا الرخصة بتاعت الفرن، ومن حقنا نوزع في بلدنا ومحدش يوزع غيرنا. اهو ده الكلام الحلو، عداك العيد يا حاج، اهو ده الكلام المظبوط. ايوه، وعلى بال ما يحققوا ويعرفوا مين الغلطان نكون احنا قفلنا بالضبه والمفتاح. البديل ان احنا نمسك جميل ونضربه. ترضي تمشي في الطريق ده؟ لا مرضاش. خلاص نمشي في الطريق السليم. البلد صح يا رجالة، البلد صح يا ومش نايمة، ومش هيسيبوا جميل يخرف البلد زي ما هو عايز أبدا. جميل طرد نص العمال اللي عنده وبقى في الشارع مش لاقيين شغل. هو ده اللي احنا توقعناه برضو. طب وإيه يعني؟ ينزلوا الأرض يشتغلوا، الأرض عايزة ناس ياما. من لجنة المجلس المدينة، المجلس المحلي في البندر. ده بكرة بقى يا رجالة، عايزين أكبر عدد من الناس يكون معانا علشان جميل ما يعرفش ينتقم مننا كلنا. احنا كلنا معاك يا دكتور، ويدي واحدة كمان. كلنا معاك، أمال إيه؟ دي قضينا،
وناسنا وعيالنا. هاي يا عم حسين كلنا جايين معاكم. ايوه طبعا معاكم. امال ايه واحنا هتنينا كده لحد امتى حاطين ايدينا في الميه البرد؟ ايوه كلنا معاك يا دكتور. يعني الاخبار دي صحيحه يا بيه؟ ايوه زي بس. طب ما البلد طول عمرها ماشي على نظام العموديه. طب وماله ما تزيد خير وبركه؟ طبعا الكفر مش محتاج نقطه شرطه ولا حاجه. الامن عندها مستتب يا بيه. يعني الكلام ده اكيد تطور. ده هو التعداد اللي قال كده. طيب ايه متشكرين. احنا على العموم في الخدمه وتحت الامر. مع السلامه. خلاص الغوه الغوه. احنا بقى ننزل الانتخابات ونخش البرلمان. جميل بينتقم ليه يابا؟ ايه اللي عملتوه فيه عشان يعمل كده؟ والله يا نعسى احنا ما عملناش فيه الا كل خير. بس هو ما بيفتكرش الا الشر. وايه هو الشر اللي فاكره؟ ايه اللي حصل يابا؟ دي حكايه قديمه قوي يا نعسى. راضي ده كان السقه بتاع الكفر. كان راجل وسيم ودمه خفيف وجامد وبيدخل كل بيت. أول الله مية سلسبيل المية. خش يا رادي الزير عندك اهو. يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر. صباح الخير يا راد. صباح الهنا. صباح الورد والفل والياسمين على البلبل اللي فتح وقال صباح الخير. ايه يا راجل الكلام اللي بتقوله ده؟ الكلام ده بتجيبه منين؟ من العيون. العيون الحلوه اللي شايفها قدامي بتنالي والمية الصافية اللي بسقيها وانا عطشان على نار. اه يا دي اقول تاني. محدش يغلبك يا راجل. انت يا راجل ساقة ولا شاعر؟ مية عاية كرائية يا ساقة. انت جاي تبلى الزير ولا جاي تضحك وتسايل مع الحريم؟ حضرة العمدة بره. العمدة كان شديد وشراني. بعد الحكاية دي بأسبوع 10 أيام سمعنا إن الغفر بتوع العمدة واخدين راضي السقا وطردينه من البلد. بره يا أدب بره يا أدب يا أبو الزين. يلا مش عايز أشوف وشك في البلد. امشي لما شفت وشك في البلد هموتك. خلاص يا سافر هقتلك. همشي. وبعد 10 أيام لقينا مرات العمدة مقتولة. الحقيقة يا بنتي يعلم الله في حاجات كتير بتحصل في بلدنا دي نسمع عنها لكن ما نعرفش حقيقتها. ودي برضو من أسرار بلدنا. إيه صحية المواجع يا نحسة. ما تخرج بس يا عوض خلينا نعرف نتفاهم. قلت لك يا سعفان ابعد عني بقى. ابعد عني وكفاية اللي حاصل. وإيه رأيك بقى؟ أني لا عايز فلوس ولا عايز مركز ولا عايز أتجوز عولة. كلام إيه ده بقى؟ أهو زي ما بقول لك كده يا سعفان. طب والفلوس اللي أنا دفعتها؟ فلوس الناس مش دي شرطك؟ سد انت بقى. ايه احنا مش كنا متفقين؟ بقول لك ايه يا سعفان كفايه بقى اللي حاصل. كفايه الفلوس اللي اديتها لك. دم بعت اللي وراها واللي قدامها. وبعدين انا مش ندمان
لا مش ندمان، مش ندمان على الفلوس اللي راحت من امي وابويا، لكن ابعدوا عني بقى وكفايه. العيال عايزين فلوسهم، خدوا كتير وكفايه بقى. دول مش هيشبعوا، دول عايزين فلوس كل يوم. هما دول مش رجالتنا؟ لا رجالتك لوحدك يا سعفان، حراميه وقطعين طرق وانت اللي تدفع لهم. لا دول رجالتك انت، هما كانوا بيشتغلوا معاك. غلطة يا سعفان ومش هتتكرر ابدا. ما تنساش يا عوض ان دول عارفين سرك، هما اللي كانوا معاك يوم نور الجمال، وكانوا معاك يوم سرقة البهاي، وكانوا معاك يوم ما رحت المولد عشان تشوف علا. شوف يا سعفان، لما اقول اللي حصل حصل وانتهى خلاص، ده اصبح ماضي اسود لازم انساه، والرجالة دول مش عايز اشوفهم تاني، مش عايز افتكر ايامهم، ولا عايز اشوفك انت كمان، ابعدوا عني بقى كفاية. على العموم يا عوض انت حبيبي وما اقدرش ازعلك، وانا هاخد الفلوس دي من جميل. سلام عليكم يا عوض. مع السلامة. رواش الملك خنقته، العمدة الوزير الحاكم عزلته، زنه الحصان اللي كان دايما يكسب خليته يخسر كل حاجة، فضلش غير العسكري الصغير اللي ضربني وضرب ابويا. الدور عليك يا سعفان. اتاري الدنيا منوره. مين سعفان؟ على فين العزم يا فندم؟ انت طلعت لي منين يا اخوي؟ عايز ايه؟ انا ماشي وراكي عشان احرصي، سكتنا واحده. لا يا اخوي سكتنا ما هيش واحده، أني من سكة وأنت من سكة. خدي بس خدي. أني شاري سعفان. أنت عايز تقول إيه كده بالدغري؟ بالدغري كده ما تنتظريش أمل من رواش. ومن اللي قالك يا أخويا أنني منتظراه؟ ده أنا ما صدقني. حين أمك الله يرحمها وأبوكي ربنا يشفيه. سعفان انت عايز تقول ايه؟ قول وخلصنا. اني شريكي، اني شريكي وجه الوقت المناسب، وانت عارفه سعفان احط ايدي في التراب يبقى دهب، وعايزين نبتدي من جديد. ومن اللي قالك انني بدور على عريس يا شيخ الغفر؟ لا يا سي سعفان، اني حتى لو حبيت اتجوز خلصت الرجاله خلاص، مش لاقي غيرك يا سي سعفان. بقول لك اني شريكي وليك عليا اعوضك وستتك وهننك وخليك زنت الكفر كله. سعفان انت تنسى الموضوع ده خالص، فاهم؟ انا لما احب اتجوز مش انت اللي في خيالي. بالاذن ما عطلكش يا سي سعفان. مش في خيالك؟ امال مين؟
زي كل مره يا سعفين، انت عارف النظام. انا عارف كويس قوي يا سعاده البيه، ولما ارجع بقى بقبض العموله ان شاء الله عليك نور. بس المره دي بقى تاخد بالك كويس قوي اكتر من اي مره، انت عارف في ناس كتير عاوزين يعرفوا سر التركيبه. السر كبير يا سعاده البيه. وهتركب ايه؟ زي كل مره القطر، ما هو ما فيش غير. سلام عليكم. مع السلامة. سلام يا بيه. مع ألف سلامة يا صاحبي. اهلا 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 سعاده البيه. جميل مع سعادتك. ايوه والله، وانت كمان وحشني قوي. لا ابدا، انا عندي قضيه ليك، انما ايه اللي هي اخباريه كبيره قوي قوي قوي. لا ده واحد اسمه سعفان شال برطمان في سبت بين ايديه. شوفوا انتوا بقى البرطمان فيه ايه.